في العام 2009 كان برنامج المسامح كريم الذي يقدمه الإعلامي التونسي عبد الرزاق الشامي أحد أكثر البرامج التلفزيونية مشاهدة في جمهورية تونس بشكل عام، لكن أحد من أولئك المشاهدين لم يكن يظن للحظة أن برنامجهم المفضل سيساعد الشرطة التونسية على حل جريمة ظلت لغزا محيرا لأكثر من 8 أشهر. في إحدى حلقات المسامح كريم استضاف البرنامج والدة وشقيقة سيدة تونسية متوسطة العمر تدعى سونيا، اللتان قررتا أن يحكيا قصة سونيا التي اختفت عن الأنظار منذ ما يربو عن 8 أشهر. وقد ادعت المرأتان أن زوج سونيا عبد المجيد مسؤول عن اختفائها بشكل أو بآخر. في هذه الحلقة من قناة وقائع سنوضح لكم كيف ساهمت هذه الحلقة التلفزيونية في كشف تفاصيل الجريمة لتتحول إلى حلقة تاريخية من حلقات البرنامج، لذا لا تفوت مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية. أوضحت والدة سونيا للسيد عبد الرزاق أن ابنتها سونيا تزوجت من عبد المجيد في مطلع العام 2000، وقد انتقلت سونيا من منزل عائلتها بمدينة سوسة لتعيش مع أسرة زوجها في ريف ولاية سليان التونسية، حيث إن عبد المجيد كان قد وعدها بالإقامة في منزل أسرته بشكل مؤقت ريثما يستطيع جمع المال الكافي لشراء منزله الخاص أو حتى لتحمل نفقات الإيجار. لم يكن عبد المجيد مستقرا في عمل بعينه، وكان ينتقل بين عمل وآخر كل فترة، ولذلك فقد كان الرجل يعاني من الفقر المدقع، وقد أثر ذلك على نمط حياته بطبيعة الحال. لكن سونيا قبلت بأن تعيش معه في تلك الظروف الصعبة أميلة بأن يرزقه الله تعالى بعمل مستقر يستطيع من خلاله استئجار منزل مستقل. مضت الشهور والسنوات دون أن يفي عبد المجيد بوعده، وكان واضحا أنه مرتاح لذلك الوضع، حيث كان يعيش عالة على عائلته في منزلهم، ولم يكن عليه أن يهتم لأمر المأكل والمشرب. على الطرف الآخر كانت سونيا متأزمة للغاية من ذلك الوضع الصعب الذي وجدت نفسها فيه، حيث إن منزل عائلة عبد المجيد كانت منزلا ريفيا بسيطا ويشغله عدد كبير من السكان، ولم تكن الشابة تحظى بأي نوع من أنواع الخصوصية في ذلك المنزل. بالإضافة إلى ذلك كانت سونيا تتلقى من زوجها معاملة قاسية للغاية، حيث كان الرجل سريع الغضب وكان عادة ما يعتدي عليها بالضرب والسباب، ولذلك فسرعان ما بدأت سونيا تفقد صبرها وقررت في النهاية مواجهة زوجها بوعدها لها بأن إقامتهم في منزل أسرته هو أمر مؤقت. شكى عبد المجيد لزوجته ضيق حاله وعدم قدرته على الاستقرار في عمل ثابت، لكن سونيا كانت تملك حلا آخر يمكن أسرتهما الصغيرة من الاستقلال دون أن يتحمل عبد المجيد أي تكاليف. أخبرت سونيا زوجها أن عائلتها تملك منزلا صغيرا ملحقا بمنزلهم في مدينة سوسة، وقد وافق والدها على أن يقيم فيه الزوجان دون دفع إيجار بشكل مؤقت، ريثما يستطيع عبد المجيد العثور على عمل، وبعد ذلك يتعين على عبد المجيد دفع الإيجار بشكل طبيعي. تحمس عبد المجيد لفكرة زوجته بشكل كبير، وسرعان ما انتقل برفقتها إلى مدينة سوسة وشغل المنزل الصغير المتخاتم لمنزل أسرة سونيا. كان يبدو أن الأمور قد بدأت تتحسن لأسرة سونيا الصغيرة، وبدأ الحظ يبتسم للزوجين الشابين بعد الانتقال لسوسة، حيث إن عبد المجيد كان يعمل بشكل منتظم، وقد رزق الزوجان بطفلين في تلك الفترة أيضا، إلى أن تلك الحياة السعيدة لم تستمر طويلا، فسرعان ما عاد عبد المجيد لكسله من جديد وأقلع عن الذهاب عن العمل. وكلما سألته زوجته عن ذلك كان يتحجج بأنه لم يكن يجد عملا مناسبا، وعادة ما كانت تنتهي تلك النقاشات الحادة باعتداء عبد المجيد على سونيا. بقي الزوجان على هذه الحال حتى العام 2004 عندما أعلنت سونيا سأمها من تصرفات عبد المجيد الذي حتى ذلك الوقت لم يكن قادرا على الحفاظ على عمل مستقر، ولم يدفع إيجار شهر واحد لوالدها منذ أن سكن الزوجان في المنزل، فضلا عن نوبات الغضب التي راحت ضحيتها عشرات المرات. لجأت سونيا لمنزل أسرتها وطلبت الطلاق من عبد المجيد الذي لم يتردد في تلبية طلبها، وعاد ليعيش مع أسرته من جديد في منزلهم بالريف التونسي.
مرت عدة أعوام على انفصال سونيا من زوجها، لكن أسرتي الزوجين تدخل لإصلاح الخلاف الذي دار بينهما، وذلك لمصلحة طفليهما اللذين تأثرا كثيرا على الصعيد النفسي بعد انفصال والديهما. وقد اقتنع الزوجان بالعودة للارتباط من جديد، لكن سونيا اشترطت بأن يستأجر لها زوجها منزلا مستقلا عن منزل أسرته، وقد وافق عبد المجيد على ذلك الشرط. انتقل عبد المجيد وسونيا للعيش في منزل استأجره عبد المجيد في ولاية سليانة، وكالعادة فقد وعد عبد المجيد زوجته وأسرتها بأن يجد لنفسه عملا مناسبا يمكنه من الاستقرار في دفع إيجار المنزل وتوفير الدعم الكافي لعائلته. بعد انتقالها للعيش مع زوجها بفترة، دار شجار دم بين سونيا وعبد المجيد، واختفت على إثره سونيا دون أن يظهر لها أثر في أي مكان. أوضحت والدة سونيا في حديثهم أمام الكاميرا أن آخر ما وصله من سونيا في ذلك اليوم هو رسالة نصية أرسلتها لشقيقتها في يوم اختفائها. طلبت سونيا من شقيقتها في تلك الرسالة أن ترسل لها بعض المال كي تشتري تذكرة للسفر من سليانا إلى سوسة، وذلك لأنها تشاجرت مع زوجها. حاولت شقيقة سونيا الاتصال بها لتنسق معها أمر إرسال المبلغ المالي الذي طلبته، لكن هاتف سونيا كان خارج نطاق الخدمة طوال الوقت، وقد ظل الأمر على ذلك الحال طوال اليوم. تواصلت أسرة سونيا مع عبد المجيد لتفقد ابنتهم والاطمئنان على حالها، وقد أدهشهم رد عبد المجيد الذي أوضح لهم أن سونيا غادرت منزلها مغاضبة بعد الشجار، مشيرا إلى أنها غادرت برفقة بعض الشباب إلى مكان غير معلوم. طلبت الأسرة من عبد المجيد المزيد من المعلومات والإيضاحات، فأخبرهم أنه غادر المنزل بعد شجاره مع سونيا ليهدأ قليلا، وعندما عاد إلى المنزل كانت سونيا قد اختفت بالفعل. زعم عبد المجيد أن ابنه البالغ من العمر 3 سنوات فقط أخبره أن سيارة مليئة بالشباب توقفت وأقلت أمه قبل أن تنطلق مسرعة. لم تصدق الأسرة رواية عبد المجيد الذي كان يطعن في شرف ابنتهم بشكل مباشر، ولذلك فقد سافر بعض أفراد أسرة سونيا لولاية سليانيا والتقوا بابن سونيا الصغير الذي لم يكن يذكر أي شيء مما زعمه والده. بعد مرور 12 يوما عن اختفاء سونيا، تقدمت والدة سونيا ببلاغ اختفاء في قسم الشرطة، وقد اتهمت المرأة زوج ابنتها عبد المجيد بشكل مباشر في ذلك البلاغ. قامت الشرطة باستدعاء عبد المجيد للتحقيق معه في ذلك الوقت، وقد تمسك الرجل بروايته التي أخبر بها عائلة أسرة زوجته، ولم يتم التعمق في التحقيق معه بسبب عدم وجود أي دليل يربطه بشكل مباشر باختفاء سونيا. لم تيأس والدة سونيا عند هذا الحد، واستمرت في البحث عن ابنتها بشتى الطرق الممكنة، ولم تترك بابا لم تطرقه في هذا الصدد، لكن دون جدوى. الأمر الذي دعاها في النهاية أن تقرر بأن ترسل رسالة لأسرة برنامج المسامح كريم كي يتسنى لها أن تحكي قصة ابنتها أمام البلاد بأسرها، لربما تستطيع بذلك إيجاد حل لأزمتها. استفسر الإعلامي عبد الرزاق الشامي من المرأة عما يدور في خلدها بشأن مصير ابنتها، فانهارت السيدة باكية وهي تقول إنها متأكدة من أن ابنتها قد فارقت الحياة بالفعل، مشيرة أن لا شك لديها بأن زوجها عبد المجيد مسؤول عن ذلك. لم تنتهي القصة عند هذا الحد، حيث إن فريق إعداد البرنامج قرر تخصيص حلقة أخرى لهذا الموضوع، وفي هذه الحلقة تمت استضافة عبد المجيد، وذلك ليتيح له البرنامج فرصة للرد على اتهامات والدة سونيا وشقيقتها. عندما دخل عبد المجيد للاستوديو حاول أن يسلم على والدة سونيا، لكن الأخيرة رفضت اقترابه منها، حيث كانت لا تزال مصرة على رأيها بشأن تورطه في اختفاء ابنتها المفاجئ. على الرغم من ذلك الموقف المحرج، لم يفقد عبد المجيد رباطة جأشه وتحدث أمام الكاميرات بأريحية عالية، وهو يكرر روايته التي حكاها لأسرة سونيا وسلطات التحقيق قبل حوالي 8 أشهر. وفي النهاية نظر عبد المجيد للكاميرا بثبات ووجه رسالة لزوجته المختفية. نوجه لك الدعاية سونيا، إذا كان أنت البلاغ هذا اللي بلغوه والديك اللي أنت ميتة وأنت موجودة حية وخايفة من العقوبات، أنا مستعد اللي باش نسامحك لا أكثر ولا أقل. أي مستعد باش نسامحها وما يوصلها. شنو السماح يقف إلى حدود تعاونها كاو، أما مستعد
ترجع انت ومرتك كما كنت. انا مستعد هي قدامك طب الكاميرا. انا مستعد باش نرجع انا ومرتي بعد غياب 8 شهور والشيء اللي شوفيه خاطر السبب اللي هما هذا. اما تنسى هذا الكل؟ ما عندي حتى حاجه باش ننسى هذي. انا هي تعرفني، هي شخصيا تعرفني، تعرفني انا اي خلاف يصير ما بيناتنا. هو قال كلمته الاخيره مش صادق. لاقت هذه الحلقة رواجاً إعلامياً أكثر من سابقتها، وشاهدها عدد كبير من الشعب التونسي. وبين ذلك الجمهور الغفير الذي شاهد الحلقة كان المحقق الذي تولى استجواب عبد المجيد قبل 8 أشهر، عندما سجلت أسرة زوجته بلاغاً باختفائها لسوء حظ عبد المجيد. كان ذلك المحقق يتمتع بذاكرة حديدية، وكان يتذكر أقوال عبد المجيد في التحقيق بشكل كامل. وقد لاحظ الرجل تباينا واضحا بين الرواية التي أدلى بها عبد المجيد أمامه وبين تلك التي أدلى بها أمام ملايين التونسيين على التلفاز. وبالنسبة له لم يكن ذلك يعني سوى شيء واحد فقط، ألا وهو أن عبد المجيد كان يكذب. على إثر ذلك تم استدعاء عبد المجيد من قبل الشرطة، وقد تولى المحقق ذاته مهمة استجوابه. ولم يتردد الرجل في مواجهة عبد المجيد بتضارب أقواله واتهامه بشكل مباشر بأنه كان مسؤولا عن اختفاء زوجته. حاول عبد المجيد المراوغة من جديد، لكن الضغط الذي فرض عليه من سلطات التحقيق هذه المرة جعله يرضخ في النهاية ويعترف بتفاصيل جريمته الشنعاء. أوضح عبد المجيد للمحققين أنه كان في الفترة التي سبقت الحادثة منخرطا في البحث عن الكنوز المدفونة تحت الأرض من آثار الحضارات القديمة، وقد وفق بعد جهد مضن في العثور على قطعة أثرية نادرة تساوي وزنها ذهبا إذا ما فكر في بيعها في السوق السوداء. في ذلك اليوم عاد عبد المجيد فرحا للمنزل وقص على زوجته قصة تلك الغنيمة التي ظفر بها، لكن ردة فعلها كان مفاجئا، حيث شعرت سونيا بالفزع نظرا لأنها كانت تعرف جيدا بأن الاتجار بالقطع الأثرية هو أمر يجرمه القانون التونسي وقد تؤدي هذه المغامرة بزوجها إلى السجن. حاولت سونيا أن تقنع زوجها بتسليم تلك القطعة للسلطات المختصة كي لا يورط نفسه وعائلته في أمر لا تحمد عقباه، لكن عبد المجيد رفض ذلك بشكل قاطع، الأمر الذي أدى لنشوب شجار بينهما. وعلى إثر ذلك الشجار قررت سونيا أن تترك منزل زوجها وأن تعود لمنزل أسرتها في سوسة. طلبت سونيا من عبد المجيد أن يعطيها المال لشراء تذكرة للسفر إلى سوسة، لكنه أخبرها أنه لا يملك أي أموال وأن عليها أن تتدبر أمرها بنفسها. ولذلك فقد أرسلت سونيا رسالة نصية لشقيقتها لتطلب مساعدة مالية، لكن يبدو أن تخاذل عبد المجيد في إعطاء زوجته المال لشراء التذكرة قد زاد من حدة غضبها واستفزها لأبعد الحدود، حيث إن المرأة بدأت تصرخ في وجه زوجها وتهدده بأنها لن تنسى أن تعرج على مركز الشرطة للإبلاغ عنه. لم يستطع عبد المجيد أن يتمالك غضبه وهجم على زوجته وأبرحها ضربا ليسكتها، واستمر في ضربها بعنف حتى فارقت الحياة. عندما اكتشف عبد المجيد أن زوجته قد ماتت بالفعل، بدأ في محاولة التخلص من الجثة، وفي البداية كان يفكر في أن يقوم بإضرام النار فيها، لكنه تراجع عن تلك الفكرة بعدما اشتم بعض الجيران رائحة كريهة وطرقوا باب منزله للاستفسار عن مصدر تلك الرائحة. أخبرهم عبد المجيد أن السجارة قد حرقت جزءا من سجادة في المنزل وأنه تولى الأمر. بعد ذلك قام عبد المجيد بتقطيع جثة زوجته لعدة أجزاء ودفن البقية في فناء منزله الخارجي قبل أن يقوم بزراعة شجرة زيتون فوق تلك البقعة لإخفاء الجثة بشكل كامل. في النهاية أدين عبد المجيد بتهمة القتل العمد وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد.